لو كان عندنا 3 فيز ترانسفورمر، هذا ال 3 فيز ترانسفورمر مبدئيا هو دلتا دلتا ترانسفورمر. انا اهملت الدوت بولاريتي على اساس انه احنا في مادتنا ما عندناش وقت لها، حكيت عن فيكتور جروب، اتمنى اذا حد عنده وقت يدرسها. هدف محاضره اليوم شو هو؟ زي ما درسنا بسيركتس 2 انه 2 وات ميترز، 2 وات ميترز بيقرأوا بدل 3 وات ميترز، ال 3 فيز لود البالانس، ال 3 فيز لود شو ما كان الباور فاكتور تاعه 2 وات ميترز بكونكشن معين كان يغني عن 3 وات ميترز. الان الايه بتنعكس، اذا ما بتحكي عن لود ما بتحكي عن ميجرمنتس، بنحكي عن لو احد السورسز فصل. كيف يعني احد السورسز فصل؟ هلا 3 فيز ترانسفورمر دلتا دلتا، اللود بالنسبه لنا لو عملنا ثيفنين هون لكل هاي السيركت عملنا ثيفنين، لانه كالعاده هذا المصنع مش سائل شو فيه محولات براته، ولا سائل انه في محطات جينيريشن ولا ترانسميشن ولا كذا، بالاخر هاي النقطة اللي بتغذي اللود، هاي اللي بتغذي. فلو عملنا ثيفنين، لو عملنا ثيفنين له شو راح يصير معنا؟ راح يظهر معنا انه هذا اللود بالنسبة لنا هو المهم. هل 2 فيز ممكن يغذوا 3 فيز ولا لا؟ حاليا هم ايش؟ 3 فيز بيغذوا 3 فيز. كيف كنا نحل المسألة في سيركتس 2؟ 3 فيز بيغذي 3 فيز. كنا نرسم بير فيز اكوفالنت سيركت. ليش بير فيز اكوفالنت سيركت؟ ما كل فيز بيغذي فيز، صح؟ فعشان هيك كنا لما نرسم 3 فيز سورس، ارجع امسحه بسرعة، عندنا اللود الاول وهي اللود الثاني وهي اللود الثالث. كنا نسال هذا السؤال، كم الباور فاكتور تاع هذا السورس؟ شو كان الجواب؟ نفس الباور فاكتور تاع هذا اللود، صح؟ لانه بالانس. فكان اذا هذا بيطلع مثلا 10 كيلو وات ومثلا 3 كيلو فات، هذا ليش طلعهم؟ لانه هذا بيستهلكهم. فكنا نرسم بير فيز اكوفالنت سيركت لفيز A، وشو نعمل؟ بعد هيك خلص الباقي زيه. اللهم الكرنت اللي هون شفت عن الكرنت اللي هون، الفولتج اللي هون شفت عن الفولتج اللي هون، صح ولا لا؟ هذا كل اللي كنا نعمله في سيركت 2. هاي شغلة الفيز شيفت ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى من ناحية الإنرجي. الورطة الآن لما بصير عندنا السيستم أمبلانس، لو فصل سورس عندنا شو اللي راح يصير بالسيستم؟ بس اللود كمان مرة بده يضل معاه كونكشن معي؟ هل ممكن هذا الإشي ولا مش ممكن؟ طريقة أخرى، في خطأ مشهور عند كل الناس، بيقول لك المولد الموجود في الحارة، هيك بحكيها، المولد اللي موجود في الحارة عليه صيانة ولا معطوب. شو قصده بالمولد الموجود بالحارة؟ قصده عن المحول الموجود بالحارة. نرجع هسه بالانجليزي، الجنريتر اللي موجود بالحارة، هل في جنريتر عندكم بالحارة؟ لا. شو في عندكم؟ ترانسفورمر. ليش يعني يقول الناس اللي ما بتعرف كهرباء معهم حد يحكوا هيك؟ لأنه هاي اللود، هاي بيتكم وهاي المحول الترانسفورمر. شو المصدر للباور؟ مش هذا ثيفنين؟ هذا ثيفنين اللي شايفه اللود، فمعاهم حتى بيحكوا الجنريتر؟ لا، يعني من ناحيه لغويا لا، اما براكتيكالي هذا مصدر السورس. فمصدر السورس نرجع انا وياكم لسيركت 2، هي عندنا سنجل فيز سورس وهي لود. لو كان هذا مثلا 10 كيلو وات 3 كيلو فار، معلش تحكي لي مين ليد ومين لاج، الفولتج ولا الكرنت هون؟ هاي في سورس وهاي اي سورس، مين ليد؟ في فيز ولا اي فيز؟ في فيز. اللود لاجن، اللود بيستهلك، ما حكينا ماينس 3 كيلو بار، صح؟ اللود بالنسبه لنا ار اللود، صح؟ فلاجن. فبالفيز اوف دايجرام هاي الفوت، هاي الفيز، وين راح تكون الاي فيز؟ هاي اي فيز. طب معلش يعني نركز، هذا الفولتي اللي هون نفس الفولتي اللي هون، صح؟ هاي كمان مره في فيز وهاي اي فيز. لما بتحكي عن لود، انه الكرنت لاج، فالباور فاكتور لاجن، فبالتالي بيستهلك رياكتيف باور. لما بتحكي عن سورس، الكرنت تاع السورس لاج الفولتج، فالسورس بينتج رياكتيف باور. الصوره معكوسه. عيد، لو بتحكي انت عن لود،
اللود الكرنت لاجين، مش هذا الكرنت لاجز الفولتج او لا؟ فبالتالي هذا اللود شو بيعمل؟ استاتيك رياكتيف باور، لانك انت بتحكي عن الكرنت اللي داخل بالبوزيتيف بولاريتي، يعني باسيف ساين كونفنشن. انت بتحكي عن الكرنت اللي طالع من البوزيتيف بولاريتي، انت بتحكي عن سورس. فالرياكتيف باور اللي انت بدك تحسبها من في اي كونجيجيت شو بدك تطلع معك؟ هاي الرياكتيف باور جينيريتد، زي ما انك انت بتحسب الريال باور جينيريتد من في في اي في كونجيجيت. لازم تطلع الكيو شو مالها؟ نيجاتيف، لانه الكرنت لاجز الفولتج، لانك انت بتتعامل مع مين؟ مع الاكتيف ساين كونفنشن. نحاول انا وياكم نطبق نفس الكلام اللي هون الان، بس عشان البولاريتي تضلنا ماشيين معها صح زي ما هي بالكتاب. لو عندنا البولاريتي هون بلس، اكيد بيكون هون بلس هون بلس. اذا بالنسبه لنا هذا فيز A، هاي نقطه A، هون تكون B وهون تكون C، على اساس ان احنا شغالين بوزيتيف سيكونس. مبدئيا لو بدنا نحدد البولاريتي بتاعت الفي الفولتجز، وين راح تكون البولاريتي بتاعتهم؟ انت بتحكي انه A B صح؟ هاي احنا شو حكينا؟ عن V A B اول واحد صح؟ ده انتهى. وبعدين شو في عندنا؟ V B C V C A. تعالوا معي B C، شو يعني B C؟ البوزيتيف هون والنيجاتيف هون صح؟ هاي الفولتية اللي هون شو اسمها؟ VBC. الفولتية اللي هون شو حتكون؟ VCA. هاي الفولتية اللي هون VCA. احنا نسميها هاي V فيز كماجنتيود، والزاوية نحكي عنها كمان شوي. نفس الشيء هون كماجنتيود V فيز، زي ما احنا بنحكي بيوتنا كلياتها 220 فولت، بس محدش فينا ابدا بيعرف زاوية الفولتية تاعت بيته، صح ولا لا؟ نفس الشيء لنفترض انه ال V فيز هاي فولتية اي سورس، بظبط احكي عن هذا سورس؟ طبعا بظبط احكي عن هذا سورس. تعال نضيف هنا ترانسفورمر. لو ضفنا ترانسفورمر، مش هذا هو بينقل الباور اللي هون لهون للترانسفورمر؟ فهذا الكونكشن ظهر لللود زي كانه سورس. شو يعني؟ مش حد ينجم ويقول لي هذا اندكتر. شو يعني اندكتر؟ يعني الفولتيه والكرنت لاجز 90 درجه. معي؟ طب لو شبكنا هون R load بس R load، شو تطلع الفولتج والكرنت؟ انفرز مع بعض. ليش؟ لانه هذا كويل تاع ترانسفورمر، يعني ايش؟ الباور فاكتور تاعه نفس الباور فاكتور تاع اللود، شو يعني؟ زي كأنك تحكي عن سورس. واضح؟ فهذا كلامنا عن ترانسفورمر، السكندري سايد عن ترانسفورمر، كلامنا عن سورس. فعشان هيك رسمنا V فيز V فيز V فيز. الان الكرنت تتوقعوا الدايركشن بفضل عن A و B. كيف الكرنت بده يكون؟ اتجاه الباب ولا اتجاه الشباك؟ اتجاه الباب. ليش؟ لانه دائما الكرنت طالع من البوزيتيف بولاريتي بتاعت السورس. هاي عندنا كرنت بهذا الاتجاه صح؟ وهون كرنت بهذا الاتجاه، وهون كرنت وين؟ بنشوف مكان نقدر نكتب عليه، فهينا هون. طيب الكرنت كماجنتيود خلينا نسميه اي فيز، في حدا ما عنده مشكله؟ كماجنتيود، كزاويه بنتناقش انا وياكم فيها. فعندنا هون اي فيز، عندنا هنا I فيز أنجل الله أعلم، نفس الشيء عندنا هنا I فيز، خلينا نكتبها بلون ثاني. طيب الآن نرجع أمسح هاي الرسمة. قلنا بالثري فيز لما بكون عندنا بالانس سيستم شو بنعمل احنا؟ بنرسم بير فيز اكوفلنت سيركت، بنطلع الباور فاكتور تاع اي فيز نفس الباور فاكتور تاع السورس تاعه. طيب سوا نعيد الكلام اللي انا حكيته هسه. هي عندنا سورس مشبوك مع لود، هذا الباور فاكتور 0.8 لاجنج. شو الباور فاكتور تاع السورس؟ 0.8 لاجن. بس لسورس شو يعني 0.8 لاجن لسورس؟ هو اللي بينتج الرياكتيف باور. 0.8 لاجن للود شو يعني؟ بيستهلك الرياكتيف باور. زي ما انت هون سورس الباور تاعته 100 وات، وهذا الباور تاعته مثلا 100 وات، انت عارف انه هذا السورس 100 وات جنريتد. نفس الشيء رياكتيف باور لاجن يعني جنريتد يعني نيجاتيف، ولا لا؟ والعكس تماما، لو كان هذا ليد بده برضه يطلع هذا ايش؟ ليد كمان.
هذا ليد ليد. ليد اليوم شو معناتها؟ انه السورس بيستهلك رياكت باور اللي انتجها مين؟ اللود. تمام، نفس الكلام بنطبق معنا هون. الان نرجع للثري فيز. الثري فيز بدنا رفرنس، تركنا الزوايا كلياتهم حرين. فالكتاب عشان نمشي معه افترض انه فولتيت اللود مكتوبها بي لود، في لود انجل زيرو. فالرفرنس للسيركت كلياتها مين هو؟ الفيز فولتج تاع اللود، الفيز فولتج تاع اللود. فعندنا في فيز انجل زيرو. الان الفولتيه اللي ايام سيركت 2 كان مرات السورس دلتا واللود واي، او العكس، او الاثنين واي ولا دلتا. كنا نحكي لكم شغله شو هي. اذا انت بتطلع على اللود، خلي السورس بظهرك وادرس اللود وطلع منه اللاين. بس تطلع منه اللاين، وهو اللاين كومون بين اللود والسورس. لف بالعكس، عندك اللاين فولتج اللي هون، كمل باتجاه السورس. تعالوا نعمل نفس الحركة. إذا هذا بالنسبة لنا زاوية صفر، الفولتية A B، الفولتية A B، مش هاي الـ A؟ طلع معي هاي الـ A اللي هون صح؟ وين الـ B جاية؟ آخر خط صح؟ فالفولتية A B كم زاويتها تكون؟ 30. 10 هاي فيز فولتج تحول للاين. كيف الفيز دي تحول للاين؟ كيف الفيز دي تحول للاين؟ V لاين تساوي V فيز انجل كم؟ صح؟ بعد شوف جذر الثلاث، مظبوط ولا لا؟ طيب، كفيز اللاين فولتج كم زاويته؟ 30 درجة. الآن إحنا عندنا الفولتية بين A و B كم شباب؟ B لود جذر الثلاث أنجل كم؟ 30 درجة. مش هاي النقطة نفس هاي النقطة ولا لا؟ وهاي النقطة نفس هاي النقطة؟ يعني هذا الفولتية V فيز، إذا هي V فيز نفسها جذر الثلاث V لود. الزاوية ناقصتنا هون شو هي؟ 30 درجة، صح ولا لا؟ هاي زاوية 30 درجة. مين معترض على 30 درجة هاي اللي هون؟ من وين اجتنا؟ هي اللاين فولتج اللي هون. اللاين فولتج من وين نجيب زاويته؟ ريفرنس تاعنا الفيز. انتقالنا من فيز للاين شو صار عندنا؟ زاد 30 درجة. فهي 30 درجة اللي عندنا هون. ماشي شباب؟ طيب بعدين شو بخصوص الاذر فيزز؟ إذا هذا بلس A B 30 درجة، B C وين راح يصير عندنا؟ شباب هاي عندنا الزيرو، احنا كانت عندنا B A B، هاي B A B، كم زاويتها شباب؟ 30 درجة صح؟ وين راح ايش هاي الفيكتور اللي هون؟ شو حيكون؟ A B B B C صح؟ وهنا ايش؟ B C A، يعني B B C شو زاويته؟ بدك تتحرك لماينس 120 درجة. انت كنت ب 30 ورجعت 120، شو بتصير الزاوية شباب؟ ناقص 90. هاي مين؟ بي سي صح؟ ناقص 90 درجة. طيب و سي اي؟ بدك تزيد 120 درجة. كم هاي الزاوية شباب؟ 150. فالزاوية اللي هون شو كانت؟ 150 درجة. مين معترض على ثلاث زوايا اللي كتبناهم؟ تخجلش، عارف سيركت سلو، بس يعني طيب نروح للخطوه اللي بعديها. طلعنا زوايا الفولتجز، نطلع زوايا الكرنت. كيف نطلع زوايا الكرنت؟ عفوا الكرنت اللي هون هذا اي فيز او اي لود زي ما بدك، كم زاويته؟ زيرو. شو عرفكم انه زاويته زيرو؟ اللود ريزيستنت، الفولتج تاع اللود، الفيز فولتج تاع اللود، والكرنت تاع اللود شو مالهم؟ الفيز مع بعض، هذا زاويته زيرو. وين موجود هذا شباب؟ ايوه هذا زاويته كم شباب؟ زيرو. الكرنت اللي هون زاويته زيرو. طب والكرنت اللي هون زاويته كم؟ ناقص 120 صح؟ والكرنت اللي هون زاويته كم؟ ليش يا شباب هيك انا عكست نيجاتيف سيكونس؟ لا يا شباب، لانه البي هيها، هذا الفيز تاع بي وهذا الفيز تاع مين؟ سي. الفيز تاع سي.
فترتيبهم A B C هيك ترتيب الأسلاك الموجود على اللوحة بس ترتيب الأسلاك. طيب سوا هذا الكرنت اللي هنا نسميه IX هنا IX وهنا IX. ليش IX؟ هي ماجنتيود لأنه بالانس سيستم صح؟ شو علاقته مع الكرنت اللي بالأحمر؟ هذا فيز بالنسبة للاين صح؟ بالدلتا شو عندنا؟ I line شو تساوي شباب؟ جذر الثلاث I phase ايش كمان؟ أنجل كم؟ ناقص 30 درجة صح؟ طيب فكم زاويته هذا اللي هون؟ إذا هذا زاويته زيرو كم زاوية هذا؟ ناقص 30 ولا زائد 30 شباب احنا ننتقص هاي تعال نقرأها سوا. احنا بنحكي انه line current lags الفيز كرنت باي 30 ديجريز مش هيك بنقراها؟ اه شباب اللاين كرنت لاجز الفيز كرنت باي 30 ديجريز. تعال نعكس المعادله اي فيز شو بيساوي شباب؟ اي لاين على جذر الثلاث انجل كم؟ 30 درجه. شو يعني اي فيز ليدز اي لاين باي 30 ديجريز صح؟ احنا هنا فيز ولا لاين؟ فيز هاي فيز هذا بالنسبه للاين هذا ليدز باي 30 ديجري ناقص 30 اي فيز ليدز باي 30 ديجريز هذا لاين كرنت هيو هذا اللي بالازرق هيو لاين كرنت الفيز كرنت زاويته اعلى من زاويه اللاين كرنت كم 30 درجه يعني تعالوا ثيتا اي فيز تساوي ثيتا اي لاين زائد 30 درجه مش هيك انا خلصت معادله الزوايا؟ طيب معناته كم زاويه الثيتا اي لاين؟ طلعوا كم زاويه الثيتا اي لاين؟ زيرو زائد 30 شباب كم بيطلع؟ 30 درجه. فالكرنت اللي هون زاويته كم شباب؟ 30 درجه. من وين جبناها هاي 30 درجه شباب؟ تحويل لاين لفيز. نفس الكلام الفيز سي اللاين كرنت كم مقداره؟ 120. الفيز كرنت شو حيطلع؟ 150 اعلى منه 30 درجه. نفس الشيء هذا الكرنت اللي هون شو حيكون؟ سالب 90. طب السؤال الان طلع على كل سورس هاي الوايندنج اللي هون لو اخذناها لحالها شو هي الوايندنج شباب؟ هاي بلس ماينس بي فيز انجل كم شباب؟ 30 درجه. الكرنت كيف اتجاهه؟ هيك اي فيز انجل كم؟ 30 درجة. ان فيز مع بعض ولا مش ان فيز مع بعض؟ اه ولا لا؟ مش هذا بيعزز انه الباور فاكتور تاع السورس نفس الباور فاكتور تاع اللود لانه عندنا بالانس سيستم؟ ذاكرين ولا مش ذاكرين؟ طيب ليش في عندكم مشاكل قبل ما نروح للاومن دلتا؟ لان هذا لو بدنا نحكي انه فرضا اس 3 فيز اس 3 فيز تساوي 30 كيلو فولت امبير كل وايندينج هون كم الكابابيلتي تاعتها؟ 10 كيلو فولت امبير. شو قصدنا الكابابيلتي تاعتها 10 كيلو فولت امبير؟ يعني لو رسمنا اس هاي ال 10 هذا الراديوس اس 10 كيلو بالضبط 10 كيلو فولت امبير. هاي ال 10 كيلو فولت امبير ممكن كلها تاخذها ريال باور ممكن كلها تاخذها رياكتيف باور صح ولا لا؟ بس مش ما فيش مجال تقول لي 10 كيلو وات زائد مثلا 1 كيلو فار. ليش؟ ليش مش مجال؟ ما فيش مجال لهذا الشيء لانه داخل الاس حتطلع اكبر من 10 صح؟ فما مش مسموح نشتغل هون. الكابابيلتي كم لكل وايندينج؟ 10 كيلو فولت امبير صح ولا لا؟ طيب نروح للاومن دلتا ممكن بس لو كان كاباسيتيف لود شو راح تكون معك؟ لو كان كاباسيتيف لود ك فولتجز ما اختلفش شيء لانه بالنسبه لنا هاي ما لهاش علاقه بالكاباسيتيف لود صح؟ شوف مباشره راح يختلف من الكرنت اللي هون شو حيصير شباب؟ مش الفيز 90 درجه صح ولا لا؟ 90 ولا ناقص 90؟ 90 ليف الكرنت ليف 90 درجه فحيظهر معنا هون 90 فحتشوف شو حتصير هون شباب؟ شو تساوي V على minus J X C صح؟ أو لا؟ أفا شو صفت معنا V phase على X C هاي ملهاش زاوية صح؟ minus J شو يعني minus J X C
نفس the same. طلعنا efficiency the same. فال current leads 90 درجة. بس هذا basic circuit two. أنتوا عارفين إنه current leads 90 درجة أو lags 90 درجة متى؟ فاحنا عندنا الكرنت فهنا صار ليدز 90 درجة. لما صار هذا 90 حرجع اشطبهم بس عشان عبد الرحمن 90 شو راح يصير الريفليكشن تاع 120. تعال نسأل السورس كم الباور فاكتور تاع السورس؟ ثيتا في ناقص ثيتا اي كم طلع؟ 90 ناقص 90 ناقص 90 صح؟ يعني كم من الباور فاكتور؟ 1 زيرو ما أدري إيش بقول لوت كباستر بود مين دي استهلك ريال بور محاضرة الصبح شباب بقطع ها طيب الآن لو صار عندنا أوبن دلتا شو اللي راح يصير معنا شو يعني قصدنا بأوبن دلتا أحد الواين استعات الدلتا خربت يعني أحد الواين نشوف الكتاب أمين واين اللي شالها عشان يشيلها نفس يعني لما تدرسوا من الكتاب ما تتغلبوش ترى عاد سكنا سؤال سلام لو كان طيب اعطاني باور فاكتور للود موجود في اسئله سنوات لاجن بوليدين 60 درجه و 30 درجه حلهم نخلف عليهم ها طيب الكتاب شو قرر هاي الوايند اللي هون يشيلها ليش شالها حرقت او عليها مشكلة فبدنا نشيلها عشان نعملها سيارة أو من الأصل لود مش مهم شو جبنا بدل ما نجيب 3 بانس جبنا 2 بانس لأنه إحنا بنفهم باور شو عادي بنفهم باور عادي 3 فيز سوري عادي 2 سورسز يغضوا 3 فيز وفرنا ولا ما وفرناش وفرنا إنا ثلاث أسباب طب تعالوا نرجع نرسمهم طب تعالي 3 فيز ترانسفورمر هذا الحكي مشتغل ولا وهذا اللي إحنا نسويه يعني طلع معي تعال نمشي انا وياك بدي كان السورس بس هو الثري فيز ترانسفورمر هو شكل يعني زي كانه سورس زي كانه سورس هاي طالع ثلاث اسلاك من اللود اه اللود ما بيعرفش انه احنا ضحكنا عليه يعني الحاره اللي عندكم ما بتعرفوا انه احنا جبنا لكم بدل الثري فيز ايش اوبن دلتا ترانسفورمر او في في ليش في في هاي دلتا وهاي دلتا شلنا واي في شو صار الكونكشن في في كونكشن نفس الكلام لو كان واي لو كان واي وشلنا وايندينج شو صار الكونكشن في 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 غير هيك في غير هيك موجودات في الكتاب بس انتوا عارفين مادتنا شوي كوندنس فبنفشق عنها بس الاوبن دلتا اللي بنركز عليه كمان مره عندنا ثلاث اسلاك هذا رايح لفيز اي ذاكرينه وهذا رايح لوين فيز بي لا فيز بي وهذا رايح لوين؟ لا فيز سي اللود عارف انه في فيز مست هون فبس خلينا نعتبره داش عشان تتذكروا انه هذا احنا فصلناه انتشنالي سواء خرب هو لحاله واحنا ما جبناهوش او طلعناه للخدمه او اي شيء تعالوا سوا كيف نبلش زي ما عملنا هناك فريفجن سريع الفولتي اللي هون شو هتكون الفولتي اللي هون شباب؟ في لاين انجل كم 30 درجه صح السلك اللي هون نفس السلك اللي هون والسلك اللي هون نفس السلك اللي هون فالفولتي اللي هون شباب كم هاي بلس عند الاي وماينس عند البي كم مقدارها هاي 30 درجه امسحها واكبر الرسمه فيز A هذا فيز B كم الفولتية بين فيز A و B B الله أعلم شو هي أنجل كم 30 درجة صح فانعكاسنا هون شو صار بلس ماينس شو الفولتية يا شباب B فيز أنجل كم 30 درجة كلنا عارفين إنه بدال الرفرنس ما غيرناهوش إذا اللود رفرنس الفيز تاع اللود 30 إذا الفيز فولتج تاع اللود هو الريفرنس ولا شيء من الفولتيات الثلاثة اللي هون بيتغير ليش؟ لأن هاي الفولتجز كفي فيز كلياتنا كتبناهم من هنا في فيز وهنا في فيز وهنا حسب ما تناقش ك
كزوايا اذا الرفرنس ما اختلف في شيء يعدل على الفولتجز؟ لا بطريقه اخرى. كمان مره هاي اللاين فولتج اللي هون نفس اللاين فولتج اللي هون، فهذا زاويته كم شباب؟ 30 درجه. مقتنعين ولا مش مقتنعين؟ هاي الزاويه اللي هون 30 درجه بحكم مين؟ الرفرنس. فرضا بالامتحان قلت لك اعتبر انه الرفرنس اللاين فولتج تاع اللود او اللود دلتا، بدها تطلع هاي الزاويه اللي هون زيرو. تمام؟ اطمئنوا موجود باسئله سنوات كثير. نفس الشيء هذا الكونكشن اللي هون، هذا بين مين ومين الكونكشن؟ هذا وين؟ ماينس بلس ماينس بلس هاي سي شباب. الفولتيه اللي هون شو بنقراها احنا؟ سي اي. سي اي شو فولتيتها شباب؟ 150. اه 150، ورسمت انا الفيزر دايجرام قبل شوي. هاي 150 الان الفولتيه اللي هون كم تساوي؟ هون عندنا بلس وهون عندنا ماينس. هاي الفولتية نسميها انا وياكم في اكس، كثير بنستخدم احنا في اكس. في اكس كيف نحسبها؟ كيرشوف. شو كيرشوف؟ تعالوا من هون، في اكس تساوي ماينس مين؟ في فيز هذه 30 درجة، صح؟ شو كمان؟ ماينس في فيز انجل كم؟ 150 درجة. طيب انجل هاي هون شو بتصفي؟ زيرو بلس بلس، صح؟ ثري فولتجز سيم ماجنتيود شفتت اثنين منهم عن بعض 120 درجه مجموعهم زيرو. شايف نفس الرسمه اللي هون؟ هاي انجلها هون اجمعها، صح؟ هاي جيبها هون كم مجموعهم هذول الثلاث؟ زيرو. هذا معنى بلانس سيستم، صح؟ فهاي ايش حتكون؟ في فيز انجل كم؟ ناقص 90 درجة. ناقص 90 درجة. بالكاش شو تعمل؟ هاي حللها لريال كومبوننت وميجنري كومبوننت، ريال كومبوننت وميجنري كومبوننت، وانقل هاي على الطرف الثاني واجمع الريال والميجنري زي ما انا كنت كاتبها قبل شوي. شو كنت كاتب لك؟ في اكس تساوي ماينس في فيز انجل 30، هاي حولها ريال وميجنري، وبرضه هاي حولها لريال وميجنري. شو بتطلع معك؟ نفس الجواب اللي حكينا عنه زمان. كنا نحكي لكم سيركت ستور اي انجل ثيتا بلس اي انجل ثيتا ماينس 120 درجه بلس اي انجل ثيتا بلس 120 درجه. ما دام اي سيم ماجنتيود شفتد عن بعض بغض النظر شو الريفرنس تاعنا، ما دام شفتد عن بعض 120 درجه كم بيطلع الجواب؟ زيرو. زيرو. هذا مش شيء جديد عليكم. فبي اكس شو حتكون شباب؟ حتكون في فيز انجل انجل كم؟ ناقص 90 درجه. في فيز انجل ناقص 90 درجه. فكلود كلود اللود المشبوك مع هذا الفيز اللي هو فيز بي من بي لسي، شو حد الفولتية اللي راح يشوفها؟ نفس اللاين فولتج، ما حيتغير عليه شيء. معي ولا لا؟ لغاية كذا اللود ما حس بمعاناة فولتية. هيك هيك صح، في فيز مش موجود بس كفولتجز اللود عليهم نفس البالانس فولتج ايام ما ايش؟ كان كلوز دلتا كونفشنال دلتا. لغاية هون في مشكلة؟ نروح لمين؟ للكارت. الكارت بنفس المبدا اللود هو هو، ما غيرناهوش في هذا الاكزامبل. الكارت كم حيصير زاويته؟ زيرو. زيرو. ليش زيرو؟ لان اللود ريزيستر. فالكارت اللي هون، الكارت اللي هون زاويته كم؟ زيرو. والكارت اللي هون زاويته كم؟ بلس 120. والكارت اللي هون زاويته كم؟ ماينس 120، لانه اي بي سي، صح ولا لا؟ طيب الان كمان مره احنا افترضنا انه السورس، انا عارف انها وايندينج بس احنا سميناها سورس، انها هي اي فيز علشان يكون فير كومباريزون. زاويتها ما بعرفها. والكرنت اللي هون شباب شو قلنا عنه؟ اي فيز الله اعلم شو زاويته. والكرنت اللي هون شباب زيرو. هتلاقي خطا في اسئله سنوات انه انا كاتب لك اي فيز انجل الله اعلم شو هي. مين الكرنت اللي هون كم قيمته شباب؟ زيرو. ما في كرنت ماشي. طيب تعالوا نطلع العلاقة بين هاي وهاي. ببساطة هذا لاين وهذا فيز، صح؟ فمعناته هذا بيكون زاويته ليدز 30 درجة، بيطلع نفس الشيء، صح ولا لا؟ لا شباب، لا شباب، هذا الحكي أيام ما كان بالانس سيستم،
يعني الدكتور صالح لما درسكم بسيركت ستو كتب لكم القوانين اللي احنا كتبناهم هون ها في 9 بتساوي في فيز جذر 3 انجل 30 ها هذا متى بالانس سيستم اذا كان بوزيتيف سيكونس اذا كان نيجاتيف سيكونس شو بيصير عندنا طب واذا كان انبالانس تستخدم هاي القوانين لا ما بتستخدمها ولا شو بتستخدم كشف فولتج لو كشف كرنت لو هذا المتاح امامك السؤال اسهل كرنت اسهل كرنت هذا الكرنت شو عرفنا انه اسهل كرنت طلع معي هاي الكرنت ماشي يتجزا لا ضل ماشي هيك الكرنت هو نفسه اللي ماشي هون تعال سوا احنا هذا افترضنا ان الماجنتيود بتاعه اي فيز وهذا زاويته 120 درجه تعالوا نتعاون مع بعض شو بيطلع هذا 120 هذا ايش اي فيز اول لا هاي طلعنا اول كرنت ثاني كرنت مين هو الكرنت اللي هون ايش هو كرنت اتجزا فخلوه صح طب تعالوا نقارنه بالكرنت اللي هون شو علاقة الكرنت اللي هون بالكرنت اللي هون عكس تعالوا شو نسميه اي زد اي زد شو بيساوي ناقص اي فيز انجل الله اعلم صح طيب شو يعني كرنتس كومبليتلي اوت اوف فيز يعني زاويتهم يا بلس او ماينس 180 درجه او لا من معترض تعالوا نجمعهم اقرب هاي السهم بس بدرجه لهون شو علاقة الكرنت اللي هون بالكرنت اللي هون؟ واحد سالب عن الثاني، شو يعني سالب عن الثاني؟ أي فيكتور أضربه بسالب شو بيصير؟ يا بتزيد له 180 درجة يا بتطرح منه كم؟ 180 درجة، أو ولا لا؟ مين اللي بنعرف زاويته؟ ناقص 120 فهذا شو بتصير زاويته؟ مين أسهل؟ نطرح كمان 180 ولا نجمع 180؟ الثنتين جوابين صحيحات بس احنا ما بنحبش الزوايا الكبيرة فلو جمعنا 180 كم راح تطلع الزاوية؟ 60 كم شباب؟ 60 درجة فراح يطلع الكرنت اللي هون كم زاويته؟ 60 درجة أول سؤال اللود شو الباور فاكتور بتاعه؟ يونيتي صح؟ هل السورس الفولتج والكرنت إن فيز مع بعض علشان نقول إنه يونيتي؟ لا هل هم إن فيز مع بعض؟ لا مش إن فيز مع بعض طب ليش هيك صار؟ تعالوا نشوف التو سورسز اللي عندنا شو هم ناخذهم على برا كل واحد له جهه ها على السورس الاول كم فولتيتو شباب في فيز انجل كم شباب 30 درجه هاي البوزيتيف هون الكرنت اللي طالع منه كم زاويته 60 درجه اي فيز الكرنت ليد ولا لاج الكرنت ليد كسورس بينتج ولا بيستهلك رياكتيف باور بيستهلك لو لود بينتج الكرنت ليد في اللود كلامكم صح بيستهلك رياكتيف باور بس كسورس شرحتها في البدايه صح عشان ما اخسرش تركيزكم اللي راح دي الكرنت ليدز هذا سورس طالع من البوزيتيف الكرنت اللي انت بتحكي عنه فكل شيء دي العكس الباور بتصير جنريتد والرياكتيف باور بتصير جنريتد صح فهي الكيو لما انت بتحكي لا الكرنت ليد يعني الكيو سالبه صح ولما ضربناها بسالب شو صارت الكيو موجبه فاستهلك الكيو هذا الوايندنج استهلكت الكيو صح ولا لا طب الوايندنج الثاني انا دايما على الكيو الوايندنج الثاني كم الفولت اللي عليها 150 بلس ماينس في فيز انجل كم 150 والكرنت اللي طالع من هون شباب كم اي فيز 120 اي فيز بس عكس عكس بلس والماينس كله هاي بلس هاي ماينس اي فيز كم 120 كمان مره الكرنت ليد ولا لاج لا يعني لاجنج باور فاكتور السورس لاجنج باور فاكتور شو يعني يعني بينتج الكيو هذا انتج الكيو وهذا استهلك الكيو تعال نحسب الكيو تاعت الاول والكيو تاعت الثاني الكيو مثلا تاعت 2 وهذا الكيو تاعت 1 كم الكيو تاعت 1 بي فيز اي فيز اشرب ساين تيتا بي ناقص تيتا اي كم تيتا بي 30 ناقص 60 شو هاي بي فيز اي فيز ساين شو هي؟ ناقص نص
هاي ناقص ولا هاي ناقص 30 هاي كم الكيو تاعتها في فيز اي فيز ساين 150 ناقص 120 شو علاقه هاي مع هاي صح نسال حالنا سؤال هل حفظ الطاقه موجود هل الباور بالانس موجود هل السورسز الاثنين انتجوا كيو استهلك هاللود طبعا لان هذا انتج وهذا استهلك واللود لا انتج ولا استهلك فمتحقق الزيرو ولا مش متحقق انه جنريتد كيو بتساوي الكونسيومد التوتال جنريتد كيو بتساوي التوتال كونسيومد كيو ولا مش متحقق شو قلنا صح ولا لا طب ضلك بس خطوه وحيده هذا الكومنت اللي وين تركناه ليش تركناه شباب ببساطه اذا تطلع على اللود حتعرفه اي فيز اي فيز هذا مش هذا تركناه شباب هذا اي فيز اي فيز صح هذا شو بيطلع كمان اي فيز حاب تتاكد اكثر حاب تتاكد اكثر هذا الكومنت شو هو اي فيز انجل 60 ناقص اي فيز انجل 120 صح بس من باب التجريب على سيركت ستو تعال نحسبها بالفيزر دياجرام ها كمان مرة الكرنت اللي عندنا هون شو هو؟ اي فيز انجل 60 يعني ايش؟ هيو اي فيز والانجل تاعته كم شباب؟ 60 درجة صح؟ ايش الثاني؟ ناقص اي فيز 120 شو يعني اي فيز 120؟ هيها هاي يساوي كم شباب؟ 120 اي فيز انجل 120 كيف بدنا نطرحهم من بعض؟ هذا بناخذ السالب بتاعه صح؟ مزبوط؟ بعدين نجمعهم اذا بدك تجمعهم شو بدك تساوي؟ بدك تكمل المثلث او عشان اسهل عليكم تعالوا ناخذ اكس كومبوننت وواي كومبوننت شو الاكس كومبوننت تاعت الاول؟ هيها والاكس كومبوننت تاعتها زيها الاثنين سيم ماجنتيود وهي الزاوية كم مقدارها؟ 60 درجة فالفيكتور اللي هون شو هو؟ الأول كوساين 60 فاي فيز كوساين 60 زائد شو؟ اي فيز برضو كوساين 60 صح ولا لا؟ مش هيك طلعنا الاكس كومبوننت؟ طب والواي كومبوننت شو هي؟ هاي ناقص هاي الاثنين سيم ماجنتيود كوساين أو ساين كوساين 30 أو ساين أو ساين 60 صح؟ فهاي شو سوت؟ لغت هاي مع هاي فشو طلع معنا؟ نص كم كوساين 60 شباب؟ نص كم هاي؟ نص نص كم طلع الجواب المحصل تاعهم؟ اي فيز شو يعني اي فيز؟ يعني اي فيز انجل زيرو شباب هذا صح ولا مش صح؟ صح فدليل هذا اكيد انه احنا غذينا 3 فيز من شو؟ من 2 فيز طب كمان مره انتوا اخذتوا بالوات ميتر شو هو؟ القراءة اللي كانت تطلع معكم قراءة الوات ميتر الأول شو كانت؟ في فيز اي فيز ايش؟ كوساين ثيتا بلس 30 درجة وهذاك الثاني كوساين ثيتا ناقص 30 درجة شو كل معنا احنا هون شباب؟ واحد ناقص ناقص 30 درجة زائد 30 درجة مش حاسس انه الفيكتورز بعيد الرعب ولا لا؟ طيب وين الورطة؟ طب هذا ليش كلياته؟ ما دام الاوبن دلتا شغال تمام ليش مش كل ترانسفورمرز اوبن دلتا؟ مش اوفر؟ بالضبط هسا ايش اللي صار عندنا؟ شو معنات ذاكرين اللي كنا كاتبينها هون اللي 30 كيلو فولت امبير كل وايندنج كم تتحمل؟ 10 كيلو فولت امبير يعني عذرا انه اللوح صار هيك كثير معجل كمان مره هاي سورس وهي عندنا لود حكينا هذا اذا انتج 10 كيلو فولت امبير مين يستهلكهم؟ اللود فكنا نقول الكابابيليتي تاعتها 10 كيلو فولت امبير الان شو في عندنا ورطه علشان يشتغل اوبن دلتا لازم واحد ينتج رياكتيف باور وواحد يستهلك رياكتيف باور او لا شو يعني؟ هذا اذا انت كنت قايل له انه الكابابيليتي تاعتك 10 كيلو فولت امبير بقول لك ماشي بس دير بالك انا ما بشتغل اوبن دلتا وبغذي بس اللود واحد حينتج رياكتيف باور وواحد يستهلك رياكتيف باور معي ولا مش معي جزء من الكابابيليتي تاعته شو راح وين راح تروح الرياكتيف باور الشيرنج اللي بيناتهم معي ولا لا فلو انا وياك ما بنعرف انه هذا مثلا امين شو سوى كان بيعمل صيانه لهاي الوايندنج شالها وما خبرناش جيت انا وانس قلنا ماشي هذا المحول كم 30
كيلو فولت أمبير أمبير حامله 30 كيلو فولت أمبير. شو الورطة اللي إحنا ورطناها؟ ناسين إن الواين اللي هون مش موجودة. شو يعني؟ هذا الترانسفورمر شو الحمل اللي عليه؟ حملين شو هم؟ بده يرد 30 كيلو فولت أمبير. ها وشو كمان؟ ينتج رياكت الباور بياته. ها ولا لا؟ هاي قلنا ها خلص حكينا مع أمين تلفون قالنا لا أنا شلت وايندك. نقول ماشي شلت وايندك تمام خلص نزل الحمل. أنا بحكي شيء تخيل يا نزل الحمل لكم؟ ل 20 كيلو فولت أمبير. طب ليش احنا نزلناها ل 20 كيلو فولت أمبير؟ لأنه التو وايندينجز ما بتحمل فوق 20 كيلو فولت أمبير صح ولا لا؟ لا حملنا 20 كيلو فولت أمبير. شو قلنا للترانسفورمر؟ ما أنت كمان مرة نسيت ال 30 درجة فيز شيفت اللي هون وهون. هذا بما أنك أنت قررت تروح لأوبن دلتا شو بدك تراعي؟ إنه في رياكت باور هون وهون. هاي رياكت باور مخصومة من إيش؟ من قدرته. ما راح يقدر يغذي 20 كيلو فولت أمبير ولا راح يغذي أقل. فلو قارنا الباور اللي هون والباور اللي هون شو راح يطلع معنا؟ الباور الأولى خطأ موجود في كتاب شابتر من النسخة الأولى فانتبهوا له. B1 B1 شو تساوي؟ تاب من كات الثلاث V phase I phase cosine 150 ناقص 120 درجة صحيح هذا الكلام؟ هاي هل هاي الباور تاعك أول وايندينج؟ أه؟ أو هاي الوايندينج لا صح؟ إيش إيش اللي ضبط في تشابمان؟ لازم إحنا نتعامل مع فيز واحد صح؟ نتعامل مع الباور تاعت فيز معين ما نضربش ثلاث بي فيز أي فيز كوساين الباور فاكتور هاي ضبط تشابمان. المهم بي 2 شو راح تطلع معنا شباب؟ نفس الشيء بي فيز أي فيز كوساين كم؟ 30 ناقص 60 ماشي بدون الثلاث تاع تشابمان الأولى جذر الثلاث على 2 كوساين 30 سوري بي فيز هاي فيز بي فيز بي فيز هاي فيز والثاني جذر الثلاث على 2 بي فيز هاي فيز بمعنى انه التوتال باور شو راح تطلع معنا؟ بي 1 بلس بي 2 شو طلعت معنا؟ جذر الثلاث بي فيز هاي فيز هذا ولا فكأنه قدرته ايام ما كان 3 فيز ترانسفورمر كم كانت الكباسيتي بتاعته؟ 3 في فيز اي فيز اه ولا لا؟ مش هاي الابيرنت باور بتاعت الكونفشنال دلتا؟ الان لما احنا خصمنا منه 1 وايندينج الاصل شو يتحول؟ ل 2 في فيز اي فيز بس للاسف هو شو تحول؟ لجذر الثلاث مين اكبر؟ الاثنين ولا جذر الثلاث؟ الاثنين اكيد شباب بي فيز اي فيز لو قارناهم لو قارنا هاي بالثري فيز احنا شو اللي صار معنا جذر الثلاث بي فيز اي فيز حصلناهم من بدل مين ثلاث بي فيز اي فيز هاي شو هي شو بتساوي 0.58 something بي فيز شو يعني احنا ما حصلنا ثلثين شو يعني ثلثين 6667 صح؟ ما حصلنا ثلثين الكلوز دلتا هاي مين؟ هاي اس في في صح؟ وهاي اس تاعت مين؟ دلتا دلتا اه ولا لا؟ احنا الريشو اللي بيناتهم لما قرر امين يشيل هاي وايندينج شو صار معانا؟ ما نزلت الكابابيليتي لثلثين ولا نزلت لكم؟ لا مثلاً 60% 7% اللي خسرناها هاي وين راحت؟ بسبب الرياكت الفور شيرد بين الوايندينجز مع بعض فوين مشكلة الأوبن دلتا؟ إنه بصير في أوفرلود إذا أنت مفترض أنك تشغله على الثلثين شو إحنا قلنا 30 كيلو فولت أمبير إذا شغلته على 20 كيلو فولت أمبير شو راح يصير بالترانسفورمر؟ أوفرلود واضح ولا مش واضح؟ طيب والله تأييد كمان مرة ايام ما كان قبل ما امين يشيل الوايندينج كان عندنا دلتا دلتا ترانسفورمر هذا الاصل شو يتحمل؟ 3 ضرب اي كويل صح؟ اللي هي قلنا 30 كيلو فولت امبير معي؟ الان امين لما شال الوايندينج
كم واحد بينغال عنا؟ يعني الأصل كم يتحمل؟ 20 كيلو فولت أمبير. بس هاي 20 كيلو فولت أمبير لازم تخصم منها شوية الرياكتيف باور اللي بيناتهم قبل ما توصل لللود. آه ولا لا؟ فمعناته مش راح يقدر يعطيك ثلثين. شو راح يعطيك؟ 0.5. واحد يحسبها 0.5 ضرب كم؟ 30. كم هاي 0.5 ضرب 0.5؟ يعني 6 × 3 = 18 صح؟ 18 فولت أمبير تقريباً. 18 فولت أمبير. معي ولا مش معي؟ الأصل إنه هو كم يتحمل بعد شلنا منه وايد 20 فولت أمبير. ليش نزلت لـ18؟ لأن في رياكتيف باور بيناتهم الثنتين. واضح ولا لا؟ هتلاحظ بأسئلة سنوات إنه مرات أنا بستخدم ذكائي. شو بعمل؟ مدام هو كوساين فاي زائد 30 درجة فاي ناقص 30 درجة، شو رأيكم نجيب فاي 60 درجة؟ وهذا ببين لك ليش كثير أنا بجيب 30 درجة أو 60 درجة. شو اللي يطلع هذا؟ زيرو. صح؟ بالمقابل الثاني نشوف يعني كأنه وايندينج حملت كل الريال باور وايندينج حملت كل الرياكتيف باور. وضحت؟ فبتصير يعني نحفة غريبة إنه إحنا مش كل فيز بحمل فيز من اللود. صار الاثنين موزعين، واحد بشيل ريال باور واحد ايش بشيل رياكتيف باور. تمام ولا ضعتوا؟ ايش الصح هسا؟ بتروح على البيت مباشره شو بتعمل؟ بتحل اسئله سنوات تاعت الاوبن دلتا. ماشي شباب؟ علشان تكتمل الصوره، لانه لو تركته هتيجي ليله الامتحان زي كانك اول مره بتشوف. ماشي؟